لكن في النسبة لوصايا الدنيا أو وصايا العالم، مثلا النظام الأمريكي في السلوك، النظام الكندي في السلوك، ما يعني أصلا سمعت توصيات نهائية كده في موضوع معين، حسيت إيه ده ما فيش غير الكتاب المقدس يتقري، مش أي حاجة خالص مهمة في اللي اتقال. والحقيقة اللي بيقرأ الكتاب المقدس ما يعرفش يقرأ حاجة تاني خالص غيره. واحد اتقتل في دير، فمطلعين التوصيات النهائية عشان ايه ما يكررش الموضوع، طلعت شوية حاجات لا علاقة لها الموضوع. هنا الكتاب المقدس في موضوع معين في الرسالة العبرانيين اتكلمنا عنه 13 اصحاح، نيجي هنا نلاقي المشفي في ال 13 اصحاح، يعني ايه بالظبط، ايه العصارة اللي نتجت من دراستنا ل 13 اصحاح. فنتهيأ يعني لختام الرسالة، نرى من عدد 17: أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين، لأن هذا غير نافع لكم. صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء، ولكن أطلب أكثر أن تفعلوا هذا لكي أرد إليكم بأكثر سرعة. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين. وآخر بند في الموضوع: وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ، لأني بكلمات قليلة كتبت إليكم. اعلموا أنه قد أطلق الأخ تيموثاوس الذي معه سوف أراكم إن أتى سريعا. سلموا على جميع مرشديكم وجميع القديسين، يسلم عليكم الذين من إيطاليا. في اتنين شبان وأفتكر أختهم جم من إيطاليا، تعرفهم؟ طيب سلموا عليهم برضو. هم اللي في إيطاليا بيسلموا عليكم، فأنتوا سلموا عليهم. النعمة مع جميعكم آمين. إلى العبرانيين كتبت من إيطاليا على يد تيموثاوس. نصلي. أبانا السماوي نشكرك نمجدك نعظمك لأجل يا رب هذا الإدراك الإلهي اللي ما كانش ممكن ولا نحلم أن احنا نوصله، لكن نعمتك وصلتنا أن نكون شركاء الطبيعة الإلهية، فالتفكير ارتفع فوق والحياة ارتفعت فوق الوسخات بتاعت الدنيا، والمنطق الإلهي اللي انت سكبته فينا
غطى على كل زبالات البشر. يا سلام، كنا عايشين في قلب صفائح الزبالة، طلعتنا وجعلتنا قديسين وخداما لجلالك. تكلم إلينا يا رب فنحن عبيدك سامعين. آمين آمين. مجد للرب، مجد للرب. بند بند كده هنمشي عليه لغاية لما نقدر نخلص النهاردة، وجايز نكمل الأسبوع الجاي. أطيعوا مرشديكم واخضعوا. هنا في فعلين، والفعلين دول لازم يحدثوا، لأنه صغار السن والشباب عندهم ميل للتمرد، خصوصا في البلاد الغربية دي. تلاقي الولد يقعد في البيت لغاية لما عنده 16 17 وبعدين عايز يهج. ليه؟ عشان يستريح. حصل كده في الكتاب المقدس مع واحد، فاكرينه؟ كان يهل الجوع في الآخر. غبي. غبي. أو الغباء منتشر في الغرب خالص، غباء منتشر جدا. بيتصوروا الحرية من الكبير، يا ده عز، لغاية لما ما يعرفوا شكله خرنوب الخنازير. زي ما حكى المسيح القصة، ما بيألفش قصة، بيحكيها واقع عنده. فمطلوب من الصغير بالنسبة للكبير. أولا دي وصية من العهد القديم، وصية عجيبة قوي. لما شوية ناس سنهم مثلا 40 50 قاعدين بيدردشوا مع بعض، يلاقي واحد عنده 70 سنة أو خليه زينا 79 سنة، لازم يقفوا. تصوروا، لازم يقفوا أمام الأشياء. بتقف، تقف ليه؟ لأنه احترام الكبير ناتج من الوصية الكتابية، انك تكرم اباك وامك، تحب اباك وامك، تخضع لهم. لكن لو نقلب العالم بقى تبقى مصيبة. يبقى اذا يعني مش هنوصل للشباب يقودوا العالم، لا، ما هنقلبها خالص بقى. يبقى الاطفال يسوقوا العالم. يسوقوا العالم ازاي؟ الاشيب، الاشيب، الاشيب ده ايه؟ ده كروديا ده، ولا لا ما عندوش اراد دلوقتي، ده عايش على سوشيال سيكيورتي، ده مش عارف ايه. كل ده عند الناس، عند الله. الاشيب عاش مع المسيح مده كبيره، التاني ما عاش المده دي. يبقى الاشيب المؤمن، طبعا انا بتكلم عن المؤمنين في الوصيه في العهد القديم، انه ده الاشيب ده شرب ربنا كتير، اكل ربنا كتير، اتمتع بربنا كتير، قدم لي. تقف تقف وهو ماشي، حتى ما سلمش عليك ولا حاجه، تقف على طول. حاجه نظام جميل جدا في الكتاب المقدس في العهد القديم. ده اللي نظام بتاع ربنا. علشان كده بنجد في العهد القديم ان الابن العاصي يعدم. يا خبر ابيض. اللي عصى ابوه كذا مره يعدم على طول بلا شفقه. ايه ده؟ لانه قرب يكون ملوش فايده في المجتمع الروحي. انسان متمرد. التمرد على الاب ده كارثه رهيبه. هنا بقى مش جايب حكايه الاباء او الناس الكبيره، لكن بيتكلم هنا عن ايه؟ عن حاجه اهم، اللي هم ايه؟ مرشديكم. يعني ايه مرشديكم؟ يعني اللي بيرشدك للطريق الصحيح، اللي بتشعر براحه لما تتكلم معاه وتسأله انك هتستفيد، هتاخد ارشاد، تاخد مشورة، بحيث تعرف تتصرف ازاي في حياتك. في مثل في مصر، طبعا نسيتم امثال مصر، المثل ده دي بلد اسلامية، مصر مش مسيحية، لكن المثل ده بيعبر تعبير كامل عن احترام الكبير. يمكن انتم ما تسمعوش عن المثل ده خالص، لكن بيقول: من علمني حرفا
صرت له ايه؟ عبدا. يا خبر ابيض، علمني حرف ابقى عبده ليه؟ جميله عليا، علمني لانه بيحبني، مهتم بيا، بيقول لي ده كويس يا فلان، ده عيب يا فلان، ده ما يصحش، امشي في السكه دي، بطل السكه دي. ده شعب الله لازمهم كده. فهنا بيكررها بقى في اخر رساله لعبرانيين، اللي هو كاتب الرساله الله يعلم من هو، ما نقدرش ناكد ان بولس او غيره. اطيعوا مرشديكم، دي نمره واحد الطاعه، نمره اتنين الخضوع واخضعوا. عكس الاثنين دول، التمرد ده مرفوض، مرفوض تماما تماما. اطيعوا مرشديكم واخضعوا. وبعدين كمالتها، كمالتها يبدو انه يعني ازاي الشباب لازم يعملوا كده. والشباب يعني ايه؟ يعني مثلا لو مرشد عنده 60 سنة يبقى الشباب عنده 50، مش مشكلة، مش لازم الشباب يعني تينيجر. الصغير يحترم الكبير. مرشد عنده 13 سنة يبقى الشاب عنده 12 سنة، مش مشكلة برضه. يعني اللي بيعلم والإنسان بيستفيد منه لازم له كرامة خاصة عند التلميذ. لماذا؟ لأن لقب يسوع اسمه إيه؟ يا معلم. يا معلم، يفرح الرب بالحكاية دي قوي، يا معلم. ويشوف تلاميذه كانوا كلهم ما عدا يهوذا الإسخريوطي، كانوا كلهم خاضعين ليه. ليه بقى نعمل كده يا رب؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا، لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. الكلمة دي كده يعني بين كاتب الرسالة عبرانيين وبيكتب للمعلمين كمان، يعني يا معلم خد بالك دي شغلتك. شغلتك ايه؟ تسهر علشان الناس اللي بتسمعك. تسهر، تسهر يعني، يعني لا تقل رسالة تفشيلية اطلاقا اطلاقا. اذا كان المعلم بتاعي بيفشلني، امال مين اللي رايحني؟ اذا كان المعلم بتاعي، متأسف اقول، بيساعد الشيطان عشان انا اهلك، يبقى مين اللي يشيل عمل الشيطان ويجيب لي عمل الله؟ فده انذار للمعلمين. يعني الحقيقه التعليم ده اصله يعني مكافاه رهيبه جدا للمعلم، لان المعلم على طول بيشابه المسيح، معلم يا معلم يا معلم يا معلم. مره المسيح اغتاظ من تلاميذه، اغتاظ دي ما جاتش كتير في الكتاب المقدس، يمكن ما جاتش غير مرة دي بس، اغتاظ يسوع لما ايه؟ حد فاكر؟ بعض الآباء جابوا الأطفال عشان المسيح يباركهم ويحط ايده عليهم بس كده. فالتلميذ طبعا يتجننوا، هو فاضي لشغل العيال ده؟ هو فاضي؟ فقالوا الآباء اطلعوا بره، مش بره انتوا ولادكم. المسيح اغتاظ وكلم التلاميذ ووبخهم. ده مش المسيح اللي يعمل كده. دعوا الأولاد، قال لهم دعوا الأولاد إيه؟ يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. مش للكبار اللي كل واحد عنده دماغ وماشي بدماغه، لا، لكن للأطفال. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد أو الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فلازم علاقتنا، اللي هم انا بكلم نفسي على اعتبار يعني شيخ، بلاش معلم لا بس شيخ، مع الصغيرين، ان لازم يعني يعني نحافظ عليهم محافظه رهيبه رهيبه، نحبهم حب رهيب. فمن الامور المهمه جدا علاقه المعلم بالتلاميذ، علاقة حب على أعلى مستوى، علاقة مسؤولية على أعلى مستوى،
ومن أعصر هؤلاء الصغار يروح الجهنم 100 مرة. اوعى تعصر انسان طفل صغير. انا اعصرني واحد قسيس وانا صغير مش قادر انساه لغايه دلوقتي. الكلام ده لما كان عمري حوالي 10 سنين، يعني انا دلوقتي داخل على 80، يعني من 70 سنة. هو مات خلاص، راح وصل فوق، لكن مش قادر انسى اللي عمله معايا. مش معايا انا، مع الفراش الكنيسه، وانا مش قادر اتخيل قسيس يعمل كده في فراش مسح بيه الارض. ليه؟ ده انسان زيك، بس هو فراش وانت قسيس. نسي الظهر ينظف المكتب كويس، فجي فار عمل حاجه في المكتب، فالفراش ما خدش باله، وكان في مقابله مهمه في المكتب، فشم الريحه بتاعه الفار ده، فتشنج تشنج. كام داون، ما فيش حد كبير يتشنج. تشنج ده ايه؟ اضبط نفسك. كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، تحصل كارثة ولا يهمك. مش تنقل الكارثة اللي عندك لغيرك. فعلاقة الخادم بالمخدومين علاقة راقية جدا. ودي المسيح اللي بيركز فيها النهاردة في آخر رسالة عبرانيين. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم، يعني هم بيعملوا كده. وسامحوني، قبل ما تطلب الطاعة اعمل دي. ما تطلبش الطاعة وانت مش عامل دي. انا بكلم المرشدين الكبار، ما ينفعش ما ينفعش. زي اب وامه، لا سمح الله عندهم شيزوفرينيا، اب وام، يعني مش امه، اب وام، وبيشتموا اولادهم وبيتوقعوا ان الاولاد يحبوهم جدا. مستحيل يحبك، هيشتمك طبعا 100%، هيشتمك بس يكبر شوية. في قصة سمعتها من يعني حبيبي دكتور مفيد، علمني من ألف تو إيه آخر حاجة إيه من ألف من إيه تو زي يعني. فقصة حكاها في وعظة، أنا مأثر فيه أوي. فبيقول إنه في واحد بيقول لابنه، يا فلان اطلع المخزن فوق هتلاقي بطانية، هاتها عشان جدك احنا قلنا له يسيب البيت، فعشان ما يسيبش البيت وهو مش متغطي، عشان ايه؟ يتغطى بالبطانية دي على اعتبار رحمة الأب قدام أبوه. ما هو أبو الأب، هو جد الواد. فراح الواد بقى إيه وفكر شوية كده، معرفش هي قصة حقيقية ولا مجرد رمزية. فنزل إيه بنص البطانية، قصها نصين ونزل قصها، نزل بنصها. فالأب إيه ده؟ إزاي يا واد؟ لازم أبوك ياخد، جدك ياخد البطانية كلها، أنت عملت كده ليه؟ قال له أصل أنا مخلي النص التاني ليك. بتضحكوا، ده بيحصل مع كل أب قاسي، مع كل واحد ما يزرعه إياه يحصد. ده ناموس إلهي، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. القصة دي معرفش حصلت ولا ما حصلتش، طبعا اللي حصل يبقى ذكي جدا يعني بس جايز ما حصلتش، بس قصة رمزية الحقيقة. وبصراحة المسيح قالها، يا ما تصنعه الآخرون يصنعوا بك. لما تعيش انت الحياة المهرولة دي في غيرك هيحصل لك كده نفس الحكاية، لأنك لم تكن أمينا فيما لله. لابد الأمانة فيما لله. خاف الله، الرب يرتب لك مستقبل رائع. ما تخافش ربنا، هتموت في نص شبابك مش هتلحق تكبر حتى، لأنه هذه مرفوضة جدا من الله. وإذا كان المثل البلدي العربي في مصر هناك، من علمني حرفا أصيل له عبدا، واحد معلم ليك في الروحيات ما تخضعلوش، أنت متخلف عقليا. طبعا ما فيش حد منكم متخلف هنا، بس بكلم الناس دي
ايه هو دي؟ تخضعلوش ليه؟ هو الخضوع لكلمة الله عيب؟ ما بيعلمك كلام الله، بيكلم عن المرشدين اللي هم سهرانين على راحة الشعب. فيعني الكلام باتنين، لو حبيبنا يعني هنا او بره، هنا لازم يعني تكون في المسؤولية الاولى للعناية بالقطيع، المسؤولية الاولى العناية بالقطيع، المسؤولية الثانية خضوع القطيع للمرشدين. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم. كأنهم دي حقيقة بس هم بيعيشوها الناس دي. وأنا لو سبت الفرصة هنا لحبايبنا المرشدين كله هأكد الكلام اللي بقوله. إيه بقى الكلام؟ كأنهم سوف يعطونا حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين. وكام واحد من هنا في الكنيسة حساسيته الروحية انه لما يحس انه زعل حد يبقى متجنن مش قادر يعيش، ربما كلمة طلعت غصب عنه، ربما كانش عنده بيانات كافية، ويبقى مش عارف يصلي ويطلب ربنا يرحمه ازاي. انا بفرح اول ما اشوف واحد زي كده لانه فعلا هيدي حساب، فهو حاسس بالحساب وحاسس ان في غلط. فهنا بيقول كده كأنهم سوف يعطونا حساب لكي يفرحوا ذلك بفرح. اي المهم في معلمين وفي تلاميذ، الرأي المسيحي الرأي الكتابي، المعلمين فرحانين بالتلاميذ والتلاميذ فرحانين بالمعلمين، بس كده يبقى الكتاب المقدس كمل في الكنيسة. هيحصل ايه؟ هيحصل بالضبط التتابع اللي قاله بولس الرسول، انه انتوا يا تلاميذ دلوقتي ما تكبروا شوية تبقوا يعني عندكم معلومات كتابية سليمة، علموا آخرين لكي يكونوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا، لكي يكونوا أكفاء وهكذا يعلموا آخرين. فيبقى الكنيسة لجيل الأجيال كلها ناضية جدا، لأن ابتدأ الجيل الأول لتسلم للتاني والتاني للتالت والتالت للرابع، ومليانة معلمين. فده اللي طالبه الرب، وده اللي طالبه بولس الرسول شخصيا من تيموساوس، قال له الآية دي، قال له عشان يبقى كل الأجيال ورا بعض متعلمة من الجيل الأول اللي هو اتعلم من المسيح، مش ماشي على مزاجه برضه، ماشي على مزاجه، ده لازم يتاخد فيه قرار بأي سلطة في الكنيسة، لكن هو ماشي بحسب التقوى التي في المسيح يسوع. خلاص لتكن الكنيسة كلها أو شعب الكنيسة كله متقي الرب. ده لسه مخلصش أول عدد، أول عدد في ختام، نقراه تاني وركز في الختام. أطيعوا مرشديكم واخضعوا لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم كأنهم سوف يعطون. هي الترجمة الأدق لأنهم سوف يعطون، بس يعني هي مترجمة كأنهم، لأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. وبعد بفرح ما كملش الآية إلا بكلمة تاني، إلا بكلمة تاني بتقول إيه؟ لا آنين. يعني لا آنين دي الكلمة دي أنا يعني كانت لما انا كنت صغير، يعني انا طبعا كنت اصغر منكم، عرفت ربنا يا دوبك 13 سنه يعني، فلسه في ال 13 وال 14 حتى لسه ما كملتش 15، انا رحت الجامعه 15. فكلمه لا انين مفروض اني اكون قدوه لزمايلي اللي في سني وقدام راعي الكنيسه او مسؤول الشباب، قدوه
ان ما يبقاش حد من الكبار دول سواء الراعي او المسؤول الشباب او اي حد في كيس يعني ان عشاني ان العمل اللي عمله فلان ده بتأسف ايه القرف اللي عاشه فلان ده ايه ده انين ده ضد انا ضد انا كانسان فانا بفرح اللي علمني ولا بجيبه للارض عشان اعمالي ومعلوماتي الغلط وتهيجي والشيطان اللي بيمسك الواحد ده امر مخزي انه في جيل من الاجيال او فتره من الفترات تبقى الكنيسه فيها امور غريبه غير كتابيه خالص. فالمطلوب نطيع نخضع لانه ينبغي ان نساعد المرشدين ان يعملوا كده بفرح ما يكونوش انين لان الانين ده يتعبنا مجرد الانين يتعب. يعني مثلا مش عارف اقول لكم الانين ايه بس كفايه كده يتعب فيها التلاميذ لانهم تعبوا الراعي بتاعهم ما هو قصدي خادم الشباب ما هو راعي وخد اللي يخدم في الاطفال ما هم رعاه اي حد بيخدم كنيسه بيخدم ناس هو راعي ليهم على طول هو الراعي بس راعي واحد لا ده الكنيسه مليانه رعاه. فده الموضوع الاولاني. الموضوع الثاني الموضوع الاولاني طيعوا واخضعوا. الموضوع الثاني صلوا لاجلنا. ده مين اللي بيقول ده؟ كاتب الرساله عبرين. واضح انه راجل كبير قوي ربما يكون بولس واغلب الناس في بولس بس ما فيش تاكيد. صلوا لاجلنا. هو مين يصلي لاجل مين؟ الكبير للصغير والصغير الكبير الاثنين مع بعض. هو الآية اللي قالها الكتاب المقدس صلوا كل حين ولا تملوا دي للكبير والصغير كل الناس حتى للخاطي يصلي عشان يخلص وللمؤمن يصلي عشان ينمو وعشان يسلك سلوك حسن. صلوا بلا انقطاع صلوا لأجلنا. بس هنا في حتة جاية يعني لذيذة قوي يعني ربنا يبارك كاتب الرسائل العبرين انا متهيألي بولس لان الحته لذيذه قوي انا بحب بولس قوي لكن الله يعلم هو مين. بيقول ايه؟ صلوا لاجلنا لاننا نثق ان لنا ضميرا صالحا. يعني اللي بيتكلم كده هو وغيره لاننا ده بالجامع الخدام كلهم احنا نثق ان لينا ضمير صالح بس عايزين صلاتكم عشان ما نسمعش الصوت غلط عشان ننفذ بالظبط اللي ربنا قاله لنا. فبيطلب من الصغيرين يصلوا للكبير او للكبار صلوا لنا عشان ما ننحرفش شويه لاننا نثق لنا ضمير صالح راغبين ان نتصرف حسنا في كل شيء. مش عايز يحصل حاجه في حياتي اللي كاتب الرساله ربنا يقول لي انت غلطت فيها مش عايز اغلط. طب ازاي؟ صلوا لي. هي حكايه شركه عميقه كده بل الصغير يصلي للكبير والكبير يصلي ايوه عميقه جدا احنا جسد واحد. جسد واحد يعني ايه؟ نتصور مثلا انه الكبار نقول تخيل مش فيش ليه حاجه كتابيه قوي لكن نتخيل او جايز الكتابيه مش واضحه قوي ان الكبار هم الاجزاء الكبيره في الجسد والصغيرين هم الصغيرين في الجسد. تشبيه يعني ممكن يكون يعني مثلا واحد من الكبار يمثل رئتين ده مهم جدا رئتين اسالوا الدكتور وديع اقول لكم عليهم هم ازاي كارثه لو حصل حاجه. القلب انا قلبي فيه حته صغيره كده وديع ونزيع عمليه كونسولته انا مولود بيها يعني انا بقالي 70 سنه 79 سنه عندي الحكايه دي في القلب لكن هم طلعوا انها خطيره ولازم نعمل حاجات وبتاع. ف طب يبقى ايه الصغير؟
أقول لك الصغير مثلا العينين، طب حد عينيه واجعاه يقدر يستريح وينام؟ مستحيل، ده الصغير. زي ما حد قلبه واجعه برضه مش هيقدر يعمل كده. الضفر، الضفر يا إلهي لما يطلع ضفر غلط، ايه ده؟ ولا عارف يلبس جزمة، ولا عارف يلبس شبشب، ولا عايز يعمل حاجة خالص. الضفر اللي هو بيتقص كل شوية، دي بولس قالها معروفة دي، إن الأعضاء الجميلة فينا ملهاش فايدة كبيرة. زي ايه؟ يعني الوجه والعينين والايدين، الحاجه البرانيه دي، لكن اللي موجوده جوه داخل ايه بقى؟ دي كارثه، كارثه. يعني الحاجه اللي مش باينه، اللي مش جميله، اللي هم بنقول مثلا الناس المساكين اللي بيقعدوا ما بيسمعوا ما بيتكلموش، ده دول اهم حاجه من اللي بيتكلم. بس لازم يصلي لاجل المتكلم، عشان لو ما اتكلمش كويس هو يتضرب كمان. الضرب مش على انسان وانسان، لا، الضرب على كل انسان ينحرف. ده المسيح نظامه كده. ف يعني ما حدش يقول ده كبير والكبير كده والصغير والظاهر كده. احترام الكبير ده لازم، لازم، لان الله هو الاكبر. عارفين المسلمين يقول الله اكبر، اكبر مين؟ ما نعرفش. قلت الواحد أكبر من إيه في الشغل؟ طردوني من الشغل، لأنه ما لهاش إجابة. الله أكبر، يعني الله أكبر؟ تقول أكبر من مين فضلك؟ أنا فاكر هيجاوبني، فراح يسأل المدير العام قال له طردوه، اطردوه، طردوني. صلوا لأجلنا لأننا نثق أن لنا ضميرا صالحا راغبين أن نتصرف حسنا في كل شيء. وبعدين كاتب الرسالة عبرانيين بيطلب صلاة خاصة قوي. صلوا العجلة، دي حاجة عامة، عجلنا احنا كلنا، لكن هنا في صلاة سبيشيال. ايه السبيشيال دي؟ فيري سبيشيال، ولكن اطلب اكثر. ان تفعلوا هذا، تصلوا كتير قوي لكي أرد إليكم بأكثر سرعة، عشان أوصل لكم بسرعة. وحشتوني قوي يا ولادي يا عسل. يا خبر أبيض، ده إيه المسيحية العاطفية دي؟ ما ده كانش في عاطف المسيحية، تبقى عاطف فين؟ طب ما حدش فيكم اسمه عواطف. المسيحية كلها عواطف، كلها. أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة. بولس بيكلم اهل تسالونيك بيقول لهم تيتمنا، انا يتيم. ليه يا بولس؟ عشان مش شايفكم. خبر ابيض، يتيم؟ ايوه، تيتمنا، ما شفناش وشكم بقالنا كام شهر. في مسيحيه كده اللي من دول؟ المفروض تبقى كده، المفروض تبقى كده. يعني جت من اخر الوصايا اللي اتقالت غير تاركين اجتماعنا، افتكر جت في العبرانية هنا. تاركين اجتماعنا ايه؟ ده احنا المفروض الاجتماع ده نتلذذ بيه جدا، مش بس عشان بنتعلم، عشان بنشوف او وجه كل انسان الاخر. بيوحشونا الاخوه المؤمنين الاخوات. احنا مجتمع كنسي، قلب واحد وفكر واحد ونفس واحده وجسد واحد يرأسه المسيح، واحنا كلنا الاعضاء الجسد. فطالب كاتب الرسالة عبرين طلبة خاصة علشان عايز يروح لهم بسرعة. طب ما انت بتخدم هناك. ايوه، بس برضو مش قادر يعني أأجل عواطف ان انا عايز اروح لكم بسرعة. نفسي حموت اشوفكم. هو انت خطيبنا ولا ايه؟ اكتر من خطيبنا. ده احنا كيان واحد. ده خطيب وخطيبة، ينفع الكلام ده؟ ده كيان واحد، كيان واحد، جسد واحد، رأسه المسيح ونحن أفراده أعضاء. طيب آخر بقى بندين في ختام الرسالة وحنخلصهم دلوقتي. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم
ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين. ده إيه ده الكلام الكبير ده؟ دي الآية اللي هي في الختام، فاضل آيتين تاني ونختم الرسالة العبرانية. تسلسل الآية كالآتي: أول حاجة وإله السلام، الرب وإله السلام، يطلب من إله السلام طلبة إلى إله السلام أن ينفذها. وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع المسيح بدم العهد الأبدي، اللي هو دم يسوع المسيح اللي هو أعطى به الله الغفران لكل من يقبل، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. فهنا بيقول وإله السلام الذي أقام من الأموات، حدث رهيب جدا، صلب المسيح، قيامة المسيح، راعي أقام من الأموات، راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي. الدم اللي سفك على الصليب ده، ده عهد أبدي، عهد أبدي، كل من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية، بدل اغتسل بالدم، مغسول بالدم الذي يطهر من كل خطية. دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. عايز ايه بقى انت يا كاتب الرسالة من إله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي ليكملكم؟ عايز انتوا تكملوا وهو يكملنا، ما حدش غيره يكملنا. مين يكملنا؟ الله. ليكملكم في كل عمل صالح، يعني الحكايه مش بس عايزه مجرد الطاعه والخضوع، تكميل في كل عمل صالح. يعني ايه تكميل؟ اذا كان عمل صالح يبقى يتكمل ازاي؟ يتكمل من القلب الصالح، القلب النقي، القلب اللي مش عايش نفسه، القلب اللي عايش لإلهه، القلب اللي مستمتع بشركة الطبيعة اللي هي على أعلى مستوى. كيف لا يهب الله الروح القدس الذين يطلبونه، اللي بيطلبوا الروح القدس وعايزين يمتلوا من الروح القدس. دي الآية دي ليهم على طول، طلبات بولس أو كاتب الرسالة عبرين لإله السلام ليكملكم في كل عمل صالح. يعني كل عمل بيتعمل مش بس صالح لكن كامل الصلاح، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته. مفيش حاجة تتعمل أقل من مشيئة الله، مفيش حاجة تتعمل إلا في ملء مشيئة الله. فمكملين في العمل الصالح، في الصلاح في هذا العمل، ومكملين في إتمام مشيئة الله في حياتنا كاملة كاملة. بالإضافة لذلك أنه عاملا فيكم، يعني المستقبل بقى، عاملا فيكم ما يرضي امامه بيسوع المسيح. يبقى الله شغال فينا، اللي هو راعي الخراف، راعي الخراف هو الاب والابن والروح القدس، شغال فينا اننا نكون مكملين الى واحد، مكملين الى واحد. تخيلوا انسان يعني إن وجد صحته 100%، ما أعرفش 100% دي عند الدكاترة معناها إيه، لكن 100% عندي أنا، ما فيش 100% دي خالص، ولا حتى مش عارف كام دلوقتي، وأشكر ربنا لكن أنا فرحان بكده، عشان يعني كفاية كده أوي. تكن مشيئة الله، ما فيش طلبة بمقدمة طالة عمر ولا تقصيره، هو ربنا يتصرف. لكن واحد صحته كاملة جدا، وبعدين يكلم عينه اللي هي العين اللي ستة بيشوف بيها، يا عيني يا لذيذة اللي بشوف بيكي، يا سلام ولا قصرتي معايا في عمري اللي فات، وباين عليكي بتكملي كمان في الشيخوخة زي ما قال الرب إلى شيخوخة نحمل، وانت بتسمعي كلام ربنا، يا عيني يا أمورة بحبك قوي.
وبعدين يبص للمناخير، يا مناخير يا أمورة، عمر ما سحبت شهيق إلا دخل جوايا، ولا طلعت زفير إلا طلع مني. يا عجبا، ده إيه الحلاوة بتاعتك يا مناخير؟ يا حلاوتك يا عين، يا حلاوتك يا ودن. المسيح بيقول لكل جسده كده، يا حلاوتك يا فلانة، يا حلاوتك يا فلان، يا حلاوتك يا عضو جسدي. ايه عشان كده بيقول هنا تكمل كل عمل صالح في المسيح، مكمل كل حاجة. انت مين؟ انت ايه؟ انت قدوس. ناخد مدح من الله في ذلك اليوم، ما احنا جسده. فالعلاقة بين المسيح وبيننا علاقة حب وإعجاز في الحب، علاقة إعجاب واو، ويعني مرة دكتور زكريا استول يقول ده رعب، رعب من كلمة، حاجة حلوة قوي يعني. الإعجاب ده رعب كده، حاجة إيه إيه ده؟ إعجاب الله بجسده كم وكم إعجابنا إحنا بيه. فلذلك ينبغي أن نتمم خدمتنا ونكمم جهادنا، الجهاد الروحي، بحياة مقدسة شاكرة متلذذة فرحانة، بحيث نمجد اسم الله. ما فيش حد مجده إلا يسوع المسيح، والمسيح يقول يسوع طلبه على الأرض، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. الصوت من السماء، مجدت وأمجد أيضا. خلينا بيننا وبين المسيح، بيننا وبين الله الآب والابن والروح القدس، تمجيد شخصي وهو يمجدنا في ذاته، نمجد وهو يمجدنا، يمجدنا نحن نمجده، يمجد ونحن نمجد. يبقى عايشين في مجد عظيم أمام الرب إلهنا، ويبقى الاستقبال بقى عز على الاستقبال، نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل، ادخل إلى فرح سيدك، ها أنا أقيمك على الكثير. يا حبيبي يا ربي أنا عملت حاجة، أنت تعمل كل حاجة، ادخل ادخل ادخل، أنت مجدتني في العالم. ربنا يدينا نحن نمجد الرب إلهنا بكل قوة وبكل عز وبكل انتصار، لأنه أكتر واحد، أكتر واحد، محدش يقول لي أنا لا، ولا أنا أقول أنا، لأن أنا جدع في الحساب، لكن أكتر واحد في الحساب الله. يا ساتر، ما تخرش مية من عنده خالص، ما فيش مكافأة تقل ولا عقاب يقل، ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. يعني ده انذار لينا كلنا، ولي انا طبعا عشان انا اكبركم في السن، يعني المفروض اخد بالي من نفسي كويس قوي. فانذار، ما تزرع يا فلان حط اسمك وانا احط اسمك، ستجده ستحصده. اوعى تزرع للجسد فساد، تتشنكل مع ده وتتخانق مع ده وتعمل كده، لا لا لا، حاسب حاسب. أحبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، إنذارات خفيفة لإصلاح الأمر مقبولة. مرشد يكلم يعني أولاده أو حبايبه بالإرشاد الله مقبول جدا، لكن طبعا ما يهملش ويسيبه يعمل اللي عايزه، لا، ياخد مجازاة. الكبير ياخد مجازاة بتاعت الصغير لو سابه يعمل كده، لكن نكون منذرين بعضنا بعضا، ومعلمين بعضنا بعضا، ومشجعين بعضنا بعضا، لكي نستمتع بالأبدية السعيدة، الأبدية السعيدة. له كل المجد، هللويا. تفضل يا وديع.